أهلاً بحضراتكم متابعي ومشاهدي قناة أكسترا نيوز، كل عام وحضراتكم بألف خير وعيد أضحى سعيد عليكم جميعاً. مستمرين مع حضراتكم في تغطياتنا على مدار الساعة، واللي هنخصصها حتى 8 مساء للحديث عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتسليط الضوء على الدور المصري الكبير في إنفاذ دخول المساعدات للقطاع، وأيضاً الرفض المصري القاطع للمخططات الخبيثة لتهجير الأشقاء خارج أراضيهم. تابعونا. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 37,337 منذ 7 أكتوبر. وأضافت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين زاد إلى 85,299 إصابة، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 41 شهيد و202 من المصابين خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الصحة الفلسطينية إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة بقطاع غزة في إطار المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
مسارات عديدة سياسية وإنسانية تتخذها مصر لدعم الشعب الفلسطيني، وفي إطار أولوية وقف العدوان الإسرائيلي المستمر وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع، ما يعكس الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني. نتابع تلك المسارات في العرض التالي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية. برحب بحضرتك يا دكتور. دكتور رامي، هل تسمعني؟ إذن ربما فقدنا الاتصال بدكتور رامي، وسوف نعاود الاتصال به مرة أخرى. وأثار إعلان جيش الاحتلال عن وقف تكتيكي للنشاط العسكري جنوب قطاع غزة انتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية، فيما قال جيش الاحتلال إنه سيلتزم بهدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية يوميا في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. صارع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للإعلان أنه سمع من وسائل الإعلام فقط عن الهدنة التكتيكية في الطريق الواصل بين صلاح الدين ومعبر كرم أبو سالم، وشدد أن القرار العسكري غير مقبول. وأوضح جيش الاحتلال أن قرار ساعات التهدئة في جنوب قطاع غزة ليس مخالفا لموقف المستوى السياسي، وأكد أن التهدئة التكتيكية هي قرار عسكري يخضع لسلطة قائد القيادة الجنوبية، وأن هذا الوقف للقتال لا يصل إلى مستوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في القطاع. وعودة من جديد مشاهدينا الكرام لهذا الاتصال الهاتفي بالدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور رامي. اذا وحضرتك متخصص في العلاقات الدوليه، اذا علاقات تضرب بجذورها في التاريخ بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني منذ قديم الازل، تحديدا نتحدث عن ما وقع في 7 اكتوبر، كيف تنظر للدور المصري الداعم للقضيه الفلسطينيه؟ يعني الحقيقه استكمالا اللي حضرتك قلتيه، طبعا مصر بدورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين هو استكمالا لمسؤوليتها التاريخية. يعني مصر، الدور المصري ما بدأش منذ اللحظة ولا بدأ من يوم 7 أكتوبر، ده يعني في عقود من الزمن مصر هي اللي بتتولى الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين. احنا بذلنا مجهودات، مصر بذلت مجهود كبير جدا تجاه الأشقاء الفلسطينيين. مصر هي الدولة الوحيدة اللي اتكلمت عن حقوق الفلسطينيين في فوق رادار الإسرائيليين، وحتى مصر من قبل ما حدث 7 أكتوبر ما بتملش وما بتزهقش وياما حاولت ان هي تصلح البيت الداخلي الفلسطيني من خلال الوفاق الوطني ما بين فتح وحماس، تفويتا على اسرائيل مبدا فرق تسوي. فمصر من قبل 7 اكتوبر بتبذل، وما بعد 7 اكتوبر البذل هنا حصل له نوع من التكثيف ومن يعني التكثير والتعديد، بمعنى ان مصر بذلت الكثير وما زالت تبذل، وفي نفس الوقت هدفها
ليس نصرة لأحد الفصائل الفلسطينية بقدر ما هو الهدف نصرة للشعب الفلسطيني نفسه. طيب دكتور رامي، هناك مقترح، يعني يمكن أحدث الأخبار التي بين أيدينا الآن هو المقترح وتأكيد مصر لاتصالاتها وجهودها من أجل تنفيذ المقترح الأمريكي لرئيس جو بايدن بمسألة هدنة أو التوصل لهدنة أو حتى وقف إطلاق النار. كيف تنظر لهذا الدور المصري في هذا التوقيت؟ هو طبعا يا فندم، بص يا فندم، هي مصر هدفها طبعا زي ما قلت لحضرتك إنقاذ الشعب الفلسطيني. طب عشان يجي أو يحصل الإنقاذ ده، الهدنة بالنسبة لمصر هي فرصة، بيتم التخطيط لاستغلالها. إزاي فرصة؟ لما يحصل هدنة، الهدنة دي تبقى وقف مؤقت. الوقف المؤقت ده في حد ذاته بيبقى بيئة خصبة أو فرصة توفر بيئة خصبة للتفاوض. التفاوض بهدف إيه؟ بهدف ديمومة الوقف المؤقت ليصبح وقف دائم، ومن ثم يحصل الوقف التام لإطلاق النار. ده الهدف منه، الحفاظ على أولا القضية الفلسطينية رقم واحد، الرقم اثنين بقاء المقاوم الفلسطيني اللي بدوره هو طول ما هو موجود على الأرض هو بيشكل عقبات أو عائق كبير أمام تحقيق النفوذ الاستيطاني أو الطموح الإسرائيلي. عشان كده المساعي اللي مصر بتعملها عملتها على أكثر من مستوى، كلهم بيصبوا في نفس الهدف ده، من ضمنهم مستوى الدبلوماسي أو المستوى السياسي اللي هو أدوات الضغط العديدة اللي منها دور حضراتكم العظيم اللي عملتوه في تسليط الضوء على الممارسات الإجرامية لإسرائيل. بالتوازي بنفس الخطى رئيس الجمهورية، يعني لقاءات ثنائية ولقاءات متعددة وتنسيق دولي على أعلى مستوى، أمين عام الأمم المتحدة جه مصر أكثر من مرة، لقاء ما بين رئيس الجمهورية ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورؤساء دول كتير، حتى المؤثرين على صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الجمهورية عمل لقاء معهم. وبالتالي المسألة هنا ده بيعكس حرص مصر وإصرارها، يعني الإصرار مع الحرص على تحقيق أهدافها اللي هي بتنص على حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقاومة القضية الفلسطينية. حتى بنفس المنظور إرسال المساعدات الإنسانية وإصرار مصر على إرسال المساعدات الإنسانية هو في مضمونه الحفاظ على تحقيق الهدف ده، لأن في الظاهر ممكن أي حد هو بيقرأ الأخبار يشوف أن مصر أرسلت مساعدات إنسانية يقول والله دي مصر بتتفق أو بتحافظ على الجانب الإنساني. ده الظاهر، لكن مش الجانب الإنساني بس، الأخطر من الجانب الإنساني أن أنا بفوت على إسرائيل فرصة تحقيق هدفها، بحافظ على مقومات البقاء على قيد الحياة تجاه الناس اللي بيشوفوا الأرض تتدمر، تجاه الناس اللي بيتم التخطيط لحرمانهم من الأكل والشرب والأدوية. وبالتالي مصر لما توفر لهم ده هي بتساعدهم على البقاء، وفي نفس الوقت البقاء ده بيبقى عنصر صارخ تجاه القضية الفلسطينية وبيعمل على تدويل القضية، يحولها للرأي العام العالمي اللي بدوره بيضغط على إسرائيل متاحة. طيب دكتور رامي، يعني حابة أستغل وجود حضرتك معانا، ويمكن الرأي العالمي والرأي الدولي ربما حدث فيه بعض التغيير والكثير من التغيير بعد أن كان يكيل بأكثر من مكيال، وهناك ازدواجية في المعايير، أصبح هناك تحول في الرأي العام الدولي بشأن ما يحدث في العالم والتعاطف مع القضية الفلسطينية. كيف ترى ذلك؟ يعني حقيقي جدا يا فندم على السؤال ده. بص يا فندم، اولا هو الرد هيبقى جزئي. المجتمع الدولي، احنا طبعا عشان اكون صادق مع حضرتك، المجتمع الدولي ما نقدرش نعول عليه، لان هو زي ما حضرتك قلتي بالظبط هو مزدوج المعايير. يعني وفي نفس الوقت احب اضيف لحضرتك، هو مش بس مزدوج المعايير، المجتمع الدولي بيبقى دوره ضعيف في حمايه الضعفاء. يعني المجتمع الدولي ما انقذش الاوكران مثلا من السياسه او الممارسه الروسيه، وفي نفس الوقت مش هينفع نحط عليه امل ان هو ينقذ الفلسطينيين. لكن في حاجه خطيره جدا في المجتمع الدولي، اسرائيل فضلت على مدى عقود تصنع صوره ذهنيه في المجتمع الدولي بان هو دوله ايدل ستاندرد، دوله مثاليه في كل حاله في كل حاجه، دوله ديمقراطيه، دوله سلام، الناس اللي ضحايا اجدادهم اتحرقوا في الهولوكوست واللي عملوا تضحيات كتير هم اللي بيجيبوا التقدم العلمي للبشريه وهكذا. الهاله الاعلاميه اللي بيصنعوها البروباجندا، اللي بيحصل دلوقتي كشف ان كل ده كان خداع او كفر لجرائم مستترة. لما يحصل بقى التسليط الاعلامي وكشف الممارسات دي، تبتدي الصورة الذهنية اللي فضلت اسرائيل تصنعها على مدى عقود تتآكل. طب احد اهم مؤشرات التآكل ده ايه؟ هي التظاهرات اللي حصلت ما بين شباب، والشباب ده اللي هي الاجيال اللي موجودة الحالية مع الاجيال القادمة، المستقبل لاسرائيل. لما يحصل تظاهرات في عواصم متعددة بالعالم، ده معناه ان الصورة الذهنية لاسرائيل فضلت تبذل
الكثير من الجهد وتنفق الكثير من المال عليها بدأت دلوقتي تتآكل بفضل إيه، وده له ضرر خطير جدا على مستقبل إسرائيل كدولة، لأن المسألة هنا إن ده هيعزز مقاومات الهجرة العكسية من إسرائيل. مش بس كده، ده هيخلي إسرائيل تواجه عقبات عديدة أمام سياسات الهجرة اللي بتعملها تجاه الشتات العالمي لإسرائيل، ومن ثم هيتصبح. هل المقصود من هذه القضية هو ربما نقدر نقول إطالة أمد الحرب على قطاع غزة؟ يعني هو أقول لحضرتك طبعا إسرائيل من أكتر الأنظمة في العالم اللي بتسوف الوقت، بتسوف الوقت بمعنى إن هو يستهلك وقت في التفاوض ويصطنع أن هناك شروط، وهو يعرف جيدا أن شروط الطرف الآخر مش هيرضى بيها، وبالتالي عدم رضي الطرف الآخر بيستوجب إعادة التفاوض من أول وجديد أو استئنافه في مراحل لاحقة. في الوقت ده فني في وقت كتير بيستهلك، هو بقى على هو في نفس الوقت ده هو مش واقف يتفرج، هو كل يوم بيمارس عمليات، فبالتالي هو عايز يعمل إيه؟ الموضوع هنا بقى داخل فيه بعد نفسي رهيب، وهو صنع اليأس أو صناعة اليأس لدى الشعب الفلسطيني، ان هو بيحاول يفرغ الارض من سكانها بس من منظور علم النفس فيها، ان هو بيجبر الناس طوعية الاختيار طوعية ان هم يسيبوا الارض اللي كده كده لو ما ماتوش من ضرب النار من الرصاص هيموتوا من الاكل من الجوع والشرب والمرض، وبالتالي لما يحصل ده ينتشر الياس، ده ينتشر في صفوف الفلسطينيين نتيجه عمليات القتل اللي هو بيعملها يوميا، وعلى المستوى السياسي هو عمال ياجل في التفاوض او يضع شروط هو عارف ان هي مش هتتحقق. يحصل ايه؟ يحصل ان الدوله او الارض بتتفرغ من سكانها، وبالتالي يقدر هو بعد كده يخش يضم الارض دي ويعمل لها اعاده استيطان او اعاده اعمار ويتمدد النفوذ الاستيطاني. دي خطه اسرائيل طويله الاجل اللي بتحققها بشكل تدريجي مع استهلاك الوقت في تسويفه في خداع الرأي العام العالمي ان احنا والله بنتفاوض والجانب الاخر هو اللي مش راضي يوافق على الشروط بتاعتنا وهكذا. فهتلاقي كل يوم بيعملوا عمليات ممكن يقتلوا 50 60 واحد في اليوم. العمليات دي بتعمل لها بروباجندا كبيره جدا هناك، لان هو الهدف منه الهدف نفسي دلوقتي. نعم. طب دكتور رامي، يعني بالحديث عن الجانب الإسرائيلي ونحن نتحدث عن كم الأعمال الوحشية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي، يعني هل تتأثر إسرائيل بعد إدراجها وإعلانها ضمن القائمة السوداء للعنف ضد الأطفال؟ ممتاز. هي طبعا هتتأثر، لأن أولا تصنيف الأمم المتحدة وضعها على قائمة العار، ده طبعا ده سند تاريخي وسند قانوني ووصمة عار في سمعة إسرائيل، وبالتالي الصورة الزنية اللي كلمت حضرتك عليها من شوية كده خلاص اتنسفت. الحاجة الأخطر من كده إن أي دولة هتتعاون مع إسرائيل هتخش، هتبقى عارفة حضرتك اللي هو لوثت سمعتها إيه، سواء اتعاملت معها على المستوى العسكري أو على المستوى الأمني، وبالتالي المسألة هنا ده بيعكس إن إسرائيل بقت وصمة عار بتقول أو الهدف منها إن ممكن يعزلها عن المجتمع الدولي. لو في حالة واحدة بس، لو المجتمع الدولي التزم بمعايير ومبادئ الأمم المتحدة اللي هو أعلن تمسكه بها وفقا للقانون الدولي، وده الرهن ده فندم خطير جدا، لأن لو الدول ما التزمتش بمعايير قواعد وقواعد القانون الدولي هتفضل تتعاون مع إسرائيل. لكن بموجب وصمة العار دي أو قائمة العار دي، أي دولة هتتعاون مع إسرائيل بالذات في مجال الأسلحة المفروض إن هي هتتهم بنفس التهمة اللي إسرائيل اتهمت بيها. طيب، يعني من المعروف أن مصر طالبت بإجراء ضرورة إجراء تحقيق دولي ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، كيف تنظر للدور المصري في هذه النقطة تحديدا؟ الحقيقة يعني هو طبعا في حاجة جميلة جدا بتعكس دور مصر أو التحرك المصري، ان احنا مصر مرتبطه باتفاقيه السلام مع اسرائيل، لكن اتفاقيه السلام دي مش هتقبل مصر او تجبر مصر عن الصمت امام الجرائم اللي بتحصل، وبالتالي القياده المصريه او الدور المصري هو متمسك بالمثاليه والتمسك بالمبادئ واعراف القانون الدولي، ومن ثم عدم السكوت المصري عن الجرائم الاسرائيليه هو في حد ذاته مرتبط ارتباط عضوي بمبادئ السياسه الخارجيه المصريه، لكن في نفس الوقت ان في مصالح اسرائيل او مصر تعي جدا المصالح الاسرائيليه اللي بتحاول تحققها. عشان كده رئيس الجمهوريه لما طلع بعد احداث 7 اكتوبر بوقت قصير جدا اتكلم عن تصفيه القضيه الفلسطينيه، وده كان له رسائل عديده للمجتمع المصري والمجتمع الاسرائيلي، لان في الوقت ده اسرائيل كانت بتقول ان هدفها هو حماس
وطلع رئيس الجمهوريه هنا اتكلم عن تثبيت القضيه، وكان عايز يوصل رساله ايه بقى؟ ان حماس اللي اسرائيل عماله تدعي ان هي هدف ليها، لا انا فاهم كويس جدا وعارف ان حماس دي هي وسيله او احد الوسائل اللي اسرائيل بتستغلها عشان تثبيت القضيه، وبالتالي ده كان معناه ان مصر مش هتسكت. وبالفعل مصر من وقتها لحد اللحظه دي مصره على عدم تثبيت القضيه وعدم ترحيل الفلسطينيين، والمساله مش مساله ان انا برحل بني ادمين وبس، مساله قضيه قوميه. عشان كده الموقف المصري زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه ان الموقف المصري استكمالا للمسؤوليه التاريخيه لمصر تجاه الاشقاء الفلسطينيين وليس موقف لحظي. طيب دكتور رامي، يعني يمكن في الفترة الماضية رأينا عدد كبير جدا من الدول خاصة الدول الأوروبية والغربية تعترف بالدولة الفلسطينية، ويمكن ده كان هدف أساسي من أهداف الدولة المصرية، هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. يعني كيف يغير من المشهد برأيك؟ أنا حقيقة جدا فندم. بص يا فندم، هو المشكلة الاعتراف الدولي ده طبعا هو شرط اساسي لقيام الدوله في القانون الدولي، فلما الدول تعمله بشكل منفرد هو حاجه كويسه، لكن احنا محتاجينه بشكل اممي، يعني منظمه الامم المتحده يحصل فيها اعتراف كامل بفلسطين كدوله ويبقى ليها كرسي عضويه زيها زي بقيه الدول. بس الحقيقه طبعا ده الحل الاسمى اللي مصر بتتطلع ليه باعتباره ان هو الحل الجذري للصراع اللي موجود الحالي. لكن انا برضو ما اخبيش على حقيقة عشان اكون واضح جدا مع حضرتك، الحل ده مش هيبقى في صالح اسرائيل. ليه؟ لان اسرائيل عندها اطماع في الدوله العبريه، حلم الدوله العبريه بتاعها، وبالتالي المساله هنا ان لو اديت الفلسطينيين اللي هم محاطين دلوقتي باسرائيل دوله، اعترفت بيهم دوله، يبقى اي توسع اسرائيلي في المستقبل وهو ده اللي بيرغبوا فيه هيبقى يعتبر هنا ايه؟ احتلال او دخول في حرب وفقا لقواعد القانون الدولي. فيحق للفلسطينيين ان هم ينازعوا اسرائيل قانونا في محاكم العدل الدوليه والمنظمات الدوليه، وبالتالي بدل ما اسرائيل تتفرغ وتخطط لزياده نفوذها الاستيطاني في المستقبل هتنشغل بالدفاع عما اكتسبته من حدود من سنه 48 لحد النهارده، وده مش مطلوب عند القياده الاسرائيليه. هل ممكن يا دكتور رامي هذا الاعتراف برأيك يمثل خلينا نقول نوع من الضغط الدولي؟ يعني المسألة هو طبعا هو هيبقى شيء مزعج جدا موضوع الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة، يعني ما هو المشكلة ده شيء يعني أكنه بيحطم الحلم الإسرائيلي. ويعني المعادلة هنا يا فندم إن حل الدولتين إن إعلان فلسطين كدولة بيتعارض كليا وضمنيا مع حلم اسرائيل او حلم الدوله العبريه، وبالتالي كلما زاد عدد الاعتراف الدولي بفلسطين كدوله كلما تضاءل او حصل ضغط دولي على حلم اسرائيل في تحقيق حدود الدوله العبريه. نعم، انا بشكرك الحقيقه جزيل الشكر دكتور رامي عاشور استاذ العلاقات الدوليه على كل ما تفضلت به من معلومات. أدى الفلسطينيون في غزة صلاة عيد الأضحى المبارك على أنقاض المنازل المدمرة وفوق الركام وسط أجواء من الحزن على فراق الأحبة. وفي خان يونس أكد الفلسطينيون اختفاء مظاهر العيد وسط تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي. صلاة على الأنقاض وشعائر دون مظاهر وفرحة منقوصة في عيد بلا حياة، هكذا قضى سكان قطاع غزة أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث امتزج صوت التكبيرات بطنين الطائرات في خان يونس جنوب قطاع غزة. خيم الحزن على المدينة التي افتقرت لأي علامات احتفال بالعيد وسط العدوان المستمر. صراحة شعور غريب لأنه كل سنة لازم نضحي، هذا يمكن العيد الوحيد اللي ما ضحينا فيه. حسينا بشعور أنه ما في عيد بدون أضحية، يعني سبحان الله الشوارع خالية من الأضاحي، الشوارع خالية من الناس، حتى ما في خان يونس ما رجعوا لها ناس كتير، فناس قلة اللي رجعوا لها، فالشوارع خالية من الأضاحي ومن الناس تقريبا. لا فرحة في وجود آلاف الشهداء والمفقودين تحت الخطام في مختلف الشوارع والأحياء التي تشمل مئات البيوت المدمرة وغيرها من مآس لا يتحملها بشر.
هكذا أكد سكان القطاع حالهم في قضاء العيد في ظل تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي. عيد ألم وغصة بسبب فقد الأحباب وكثرة الشهداء. الاحتلال دمر بيوتنا، ما في فرحة، الفرحة ناقصة، أحبابنا راحوا وشهداء كتير منا راحوا، الحمد لله رب العالمين. لا يوجد أضاحي، حيث صار أهل غزة هم الضحية وصفا أقصى من رصاصات الاحتلال الغادرة رأى فيها سكان القطاع أنفسهم بعد دخولهم الشهر التاسع من العدوان. لا يوجد أضاحي، لا يوجد أي شيء، فنحن الآن نضحي بأنفسنا، نضحي بأجسادنا، ولكن لا يوجد أي شيء من مظاهر العيد في غزة. العيد الثاني على التوالي الذي يمر على سكان غزة دون حل في الأفق يشير إلى انتهاء المعاناة ووقف إطلاق النار في ظل رفض آلة الحرب الإسرائيلية المتعنتة في حصد مئات الأرواح البريئة يومياً. بينما كان الفلسطينيون في الأعياد السابقة يتسابقون على شراء الملابس الجديدة والأضاحي وألعاب الأطفال، إلا أن هذا العام لم يجد المواطنون سوى المباني المهدمة والأسواق المتفحمة جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. عيد بلون الدم والدمار والمجاعة، ربما هذا هو الحال في قطاع غزة. ففي الوقت الذي يحتفل فيه الملايين بعيد الأضحى المبارك، تتواصل معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر من العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقية. وبينما كان الفلسطينيون في الأعياد السابقة يتسابقون على شراء الملابس الجديدة والأضاحي وألعاب الأطفال، إلا أن هذا العام لم يجد المواطنون سوى المباني المهدمة والأسواق المتفحمة جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما تنفطر قلوب الصغار الذين ليس لهم ذنب سوى أنهم ضحايا لآلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة. واجه الحرب وحن وحن من بيت حنون لدير البلح، من دير البلح قعدنا بالمدرسة وهينا تصوبنا، والعيد اللي فات بقى أحلى من هيك وبكي وكلنا لحم وفرحنا، بس العيد هذا ما فرحناش وهينا متصوبين بالعيد. وكيف يعني هم يعني كيف بيحكوا عيد؟ مش عيد هذا، هذا عيد علينا، عيد بضحوا علينا. وعلى الرغم من النداءات الأممية والدولية بأن قطاع غزة المدمر يواجه خطر المجاعة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تطبق على القطاع ولا تسمح بنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية والإغاثية للمواطنين داخل القطاع المحاصر. وعلى هذا المنوال تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة ضاربة بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وسط تحذيرات من انفجار أزمات إنسانية وصحية غير مسبوقة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير على حضرتك دكتور حسن. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اذا وانت متخصص في العلوم السياسيه، حابه اناقش حضرتك في جزئيه مختلفه، يعني كيف ترى الانشقاقات خلينا نقول في الجانب الاسرائيلي او تحديدا في الداخل الاسرائيلي، وكيف يرسم المشهد الان؟ يعني طبعا في حاله من حالات الارتباك اللي موجوده في الداخل الاسرائيلي، يمكن ابرزها كان فكره الاستقالات خصوصا من بني جانتس يعني في حزب معسكر الدوله، وفي يعني اختلافات كمان في اداره هذه الحرب خاصه من الجانب اليميني المتطرف، كلها بتمثل الحقيقه ضغوط شديده جدا على مجلس الحرب وعلى حكومه نتنياهو خصوصا فيما يتعلق ببقائها في المشهد السياسي. لكن السؤال الحقيقة، هل هذا الارتباك وهذه الضغوط الداخلية يمكن أن تصل بنا في النهاية إلى وقف العدوان أو التوصل إلى هدنة أو حقن دماء الفلسطينيين؟ المسألة دي الحقيقة مشكوك فيها بدرجة كبيرة، لأن المزايدات الموجودة في الداخل الإسرائيلي هي مزايدات على مصالح شخصية، على مصالح الوجود في المشهد السياسي، وليس على مصلحة بين قوسين أمن إسرائيل أو حتى مراجعة ما أحدثه هذا العدوان على الداخل الإسرائيلي نفسه.
وبالتالي فكرة ان احنا نتوصل الى هدنة نتيجة هذا الارتباك او حتى نتيجة الضغوط من اهالي الاسرى والمظاهرات العارمة اليومية المطالبة بانتخابات مبكرة، صحيح كلها تمثل ضغوطا ولكن في النهاية قد لا تسفر عن الهدف المأمول وهو التوصل الى هدنة، سواء كانت هدنة انسانية او حتى هدنة دائمة. طيب ماذا عن الخبر الأخير الذي تبعناه وهو إصرار ومواصلة مصر لجهودها بكافة الجهود الحقيقة المختلفة للتوصل إلى الهدنة والمقترح الأمريكي الذي أعلنه الرئيس جو بايدن؟ لازم نبقى مدركين الحقيقة أنه مصر لا تتوقف عن بذل كل جهد يمكن أن يحقن دماء الفلسطينيين، سواء كان مقترحا مصريا لقدم في 6 مايو الماضي وقبلته حماس بالمناسبة وأفسدته إسرائيل، أو ما طرح إعلاميا وتبناه الرئيس بايدن تحت مسمى مقترح إسرائيلي، وهو لا يختلف في شيء عن المقترح المصري، ولكن الفارق هنا في من يقدم هذا المقترح. مصر حين تقدم مقترحا تقدمه وهي دولة لها مصداقية، لها مصداقية لدى كل الأطراف. أما الإدارة الأمريكية فهي فقدت مصداقيتها من وجهة نظري، ناهيك طبعا عن الطرف الإسرائيلي. المسألة هنا أنه الجهد المصري يبذل على كافة المستويات والاتصال بكافة الأطراف، سواء الأطراف المباشرة خصوصا حماس ومحاولة تقريب وجهات النظر، أو حتى الأطراف ذات التأثير زي الإدارة الأمريكية اللي هي صاحبة الأثر الأكبر على إسرائيل ولديها القدرة الحقيقية لوقف هذا العدوان في اللحظة التي نتحدث فيها. الجهد المصري على كافة المستويات كمان بيمتد إلى المجتمع الدولي بأسره، يمكن آخر مشاركة كانت المشاركة المصرية في مؤتمر باستجابة الطارئة اللي دعت إليه مصر والأردن والأمم المتحدة واستضافته الأردن قبل أيام قليلة، وكان الهدف منه الحقيقة فكرة إنفاذ المساعدات، لأنه إنفاذ المساعدات هي أحد الأدوات التي تنظر إليها مصر وتسمح للفلسطينيين الغزيين بالاستمساك بأرضهم في مواجهة التعنت والإصرار الإسرائيلي. حضرتك تعلمي أن إسرائيل تغلق كل المعابر، تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، هو هذا الأمر الذي دفع مصر إلى رفض التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن معبر رفح كان هو المعبر الذي تمر منه كافة المساعدات للغزيين لمواجهة العدوان الإسرائيلي. إذن التحركات المصرية كمان تحركات قانونية وتحركات أممية في نفس الوقت، مساندة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن ودعوة الأطراف إلى يعني التوافق حول المقترح بين قوسين الإسرائيلي الذي تم تبنيه أمريكيا. في الفكرة هنا الحقيقة ما هي الضمانات خاصة بالنسبة للطرف الإسرائيلي للالتزام بما يتضمنه هذا المقترح؟ أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأنه ما يتردد مثلا في وسائل الإعلام أنه عندنا النهاردة هدنة تكتيكية كما تصفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تبدأ من 8 صباحا حتى 7 مساء كسبيل لإنفاذ المساعدات، وتعتبر إسرائيل أنها تقدم بهذا الأمر تنازلا كبيرا جدا لصالح الغزيين. ما هي الضمانات لاستمرار هذه الهدنة التكتيكية؟ ده أمر. الأمر الثاني أنه في حالة من حالات الاختلاف ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري بشأن هذه الهدنة أو التصريح بها أو حتى إنفاذها في الوقت الذي تم تحديده. طيب دكتور حسن، يعني هستغل وجود حضرتك معانا وحابة أتكلم عن الدور المصري، يعني الحقيقة دور متعدد الجوانب، سواء كان جهد دبلوماسي سواء كان جهد سياسي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، يعني كيف تنظر للدور المصري منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن؟ شوفي يا أستاذ حنان، يعني الدور المصري أولا زي ما بقول دايما هو دور غير قابل للمزايدة عليه، هو دور تاريخي ودور لا تتخلى عنه مصر، مش في 7 أكتوبر بس، لا احنا من 1948 لغاية اليوم واللحظة التي نتحدث فيها بقول دايما أن مصر قدمت كل جهد ممكن سياسي ودبلوماسي وإغاثي وعسكري داعم للقضية الفلسطينية، ويمكن الموقف المصري منذ اللحظة الأولى كان حجر العثرة أمام فكرة تصفية القضية الفلسطينية، لأنه المخطط الإسرائيلي كان مخططا خبيثا يتجاوز بكثير الأهداف المعلنة المتعلقة بتدمير البنية العسكرية لحماس، ثم تطورت إلى تدمير البنية العسكرية والبنية السلطوية أي القدرة على الاستمرار في الحكم، أو استعادة المحتجزين بالقوة
العسكرية. ويمكن الأمر الأخير حضرتك تعلمي أنه كان في تصريحات من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك صعوبة بل استحالة في استعادة المحتجزين بالقوة العسكرية. وهنا نذكر الدور المصري في أنه الهدنة الوحيدة التي تمت بجهود مصرية في نوفمبر الماضي أسفرت عن استعادة عدد كبير من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية يتجاوز بكثير الأربعة الذين تم تحريرهم في مذبحة النصيرات مؤخرا. الأمر الثاني أن مصر كانت حريصة على إنفاذ المساعدات زي ما قلت قبل كده ومش عايز أكرر، أنه عبر معبر رفح وهو معبر للأفراد لم يغلق يوما واحدا، تم تعبيده وتمهيده لدخول المساعدات، ده أمر. الأمر الثاني كان هناك حلول إبداعية لإنفاذ هذه المساعدات لصالح الغزيين عن طريق إقامة مخيمات مباشرة في دير البلح وخان يونس وفي رفح ذاتها لإمداد الغزيين باحتياجاتهم الأساسية، لأنه كما تعلمين العدوان كان يستهدف البنية التحتية وتحويل القطاع إلى بقعة غير صالحة للحياة، على اعتبار أن ده أحد الأساليب التي قد تفرض على الغزيين التهجير طوعا بعد أن فشل التهجير قصرا نظرا للخطوط الحمراء التي وضعتها السلطات المصرية. الأمر الثالث مرتبط بفكرة الإنزال الجوي، وده كان حل إبداعي أيضا، قال له أنه المساعدات لم تكن تصل إلى شمال القطاع بسبب يعني الوجود الإسرائيلي في معبر نتسليم وغيرهم، وبالتالي كان الإنزال الجوي سواء بالقوات الجوية المصرية منفردة أو بمشاركة دول شقيقة كان بيتم لوصول المساعدات إلى الغزيين أنفسهم. هتقارني حضرتك ده بفكرة الرصيف البحري الذي ابتدعته الولايات المتحدة ودمرته الأمواج أكثر من مرة في غضون أسبوع واحد، لأنه الغرض من الرصيف البحري لم يكن إنفاذ المساعدات ولكن هو أداة لمساعدة الغزيين أو من يرغب منهم على أنه يترك هذه الأرض. لكن أنا حاول لحضرتك على حاجة يا أستاذ حنان، المشهد اللي احنا شفناه في صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك والغزيين يؤدون الصلاة على ركام منازلهم المهدمة بيبعت رسالة رمزية مهمة أنه هؤلاء لا يهزمون، أن هذا الصمود الفلسطيني الحقيقة هو رسالة مهمة أنهم يتمسكون بالأرض حتى وإن دفنوا تحت ركام منازلهم. وهي رسالة في الحقيقة رسالة قوية جدا ومؤثرة جدا. طيب يعني حابين نتكلم أيضا عن دول الغربية، الدول الأوروبية التي اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية، كيف سيؤثر هذا الاعتراف على المشهد بشكل عام؟ طيب خلينا نميز ما بين مستويين. المستوى الأول اللي حضرتك بتشيري إليه اللي هو الدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، أيرلندا، إسبانيا، النرويج، سلوفينيا في المؤخرة، يعني كل هذه الدول، ده بيمثل بالتأكيد زخم مهم لصالح القضية الفلسطينية ونتيجة مباشرة للجهد المصري اللي صحح كتير جدا من الروايات والسرديات الإسرائيلية المزعومة وأوضح الصورة لدى كثير من يعني الرأي العام العالمي وأسهم في يعني إخراج هذه النتيجة بالاعتراف بهذه الدول. الكلام ده كلام مهم، لكن في نفس الوقت أنت تعلمين أن هناك رفضا أمريكيا وهي الطرف المؤثر أنه فكرة حل الدولتين لا تأتي من وجهة نظرهم إلا من خلال المفاوضات المباشرة، وفكرة المفاوضات المباشرة هنا الحقيقة هي لعبة كبيرة قوي ومراوغات كبيرة قوي، لأنه الحديث حول حل الدولتين من وجهة نظر الإدارة الأمريكية لا يعني الوصول إلى هذا الحل، يعني نحن قد نصل إلى مفاوضات وهذه المفاوضات ممكن تستمر عشرات السنوات كما هو الحال لسنوات سابقة. المستوى الثاني بقى الدول الأوروبية الكبرى، وهنا أحيل حضرتك إلى البيان الختامي الخاص بالدول السبع الكبرى خلال استضافته في إيطاليا، وكان هذا البيان الحقيقة هناك يعني ترويج مهم له بأن المجتمع الدولي يدعو يعني إلى التمسك بمقترح بايدن ويدعو إلى الاعتراف بحل الدولتين. أنا الحقيقة لا أرى في هذا البيان أي شيء جديد، بل على العكس هو نوع جديد من المراوغة لأنه يترك الكرة في ملعب حماس، في حين أن الكرة كما أقول دائما هي في يد العدوان الإسرائيلي وفي يد الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربية. ما يحدث الآن هو ليس نتيجة مباشرة لما حدث في 7 أكتوبر، ولكنه نتيجة متوقعة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي واستمرار التحدي والصرف الإسرائيلي واستمرار الدعم الأمريكي اللامحدود لهذا العدوان الإسرائيلي ورفض فكرة حل الدولتين. أما الحديث حول الحديث الأوروبي حول
دعم مسار حل الدولتين زي ما بقول لحضرتك برضو لا يعني أننا قد بدأنا مرحلة جديدة قد تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية. على العكس، احنا ممكن نبدأ مسار جديد يستمر سنوات طويلة دون أن نصل في النهاية إلى الأمل المرغوب، وهو عودة الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية بالمناسبة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. يعني إذا كانت إسرائيل تروج أن حماس وأن المقاومة الفلسطينية تريد القضاء عليها، فالدولة الفلسطينية ترغب في أن تعيش في أمان وسلام. إذن السبب هو الاعتداء والعدوان السافر الإسرائيلي. طيب، حابة يعني أنتقل بالحوار لزاوية تانية، وهي المعايير المزدوجة دكتور حسن اللي بتكيل بها بعض الدول وبتكيل بأكثر من مكيال. الحقيقة كيف تنظر لهذا الأمر؟ الحقيقة يعني فكرة ازدواجية المعايير هنا واضحة للغاية. ليه؟ لأنه منظومة حقوق الإنسان اللي بيروج لها وإنه يعني احترام حقوق الإنسان سقطت بامتياز الحقيقة يا أستاذ حنان في فكرة مساندة الحق المزعوم الإسرائيلي ونفي حق أصحاب الأرض في الحصول على أرضهم أو إقامة دولتهم أو حتى على الأقل التمسك بقواعد الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنه ما نشهده هو كارثة إنسانية بامتياز. في كل لحظة يسقط آلاف الشهداء، أنت تتكلمي النهاردة على 38 أو 39 ألف شهيد وفقيد وآلاف المصابين اللي قاربوا على 80 ألف أو أكثر. يعني هذه الكارثة الإنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلا. فأي حقوق إنسان ممكن أن يتحدث عنها المجتمع الدولي؟ هي ازدواجية المعايير واضحة ليس لدى المجتمع الأوروبي فقط، ولكن أيضا لدى الإدارة الأمريكية. وكل ما يطرح في وسائل الإعلام هو محاولة لامتصاص حالة الغضب الشعبي أو محاولة تهدئة الرأي العام العالمي دون أن تتحول الأمور إلى إجراءات ضاغطة على الأرض تفرض على إسرائيل وقف هذا العدوان. هذه المنظومة التي تكيل بمكيالين تظهر أيضا داخل مجلس الأمن، وده تظهر أيضا في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. يعني كم من مرة استخدمت واشنطن حق النقد وحق الفيتو وحق الاعتراض لوقف أي قرارات تدين العدوان الإسرائيلي، في حين أنها المرة الوحيدة التي ساندت فيها القرار الأخير لأنه كان قرارا أمريكيا وصدر بموافقة 14 وامتناع دولة واحدة وهي روسيا عن التصويت. كذلك الحال بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ومحاولات فرض عقوبات على هذه المحكمة لأنها تفكر في إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الحرب. الصورة تبدو واضحة تماما بالنسبة لبعض الدول الأوروبية والجانب الأمريكي. أنا بشكرك الحقيقة جزيل الشكر دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 9300 فلسطيني في سجونها، بينهم لا يقل عن 75 امرأة ونحو 250 طفلة. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن هذا العدد لا يشمل كل المعتقلين من غزة والذي يقدر عددهم بالآلاف، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3400 فلسطيني. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني. برحب بحضرتك دكتور ماهر. كل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بألف خير دكتور. يعني على الأرض وأنت محلل سياسي فلسطيني، كيف تنظر ونحن مع أول أيام عيد الأضحى للأوضاع في الجانب الفلسطيني، خاصة مع إصرار الجانب الفلسطيني على عدم التخلي عن الأرض؟ دكتور ماهر هل تسمعني؟ دكتور ماهر صافي المحلل السياسي هل تسمعني؟ ربما مشاهدينا فقدنا الاتصال بدكتور ماهر، ونستكمل معكم الأخبار. حيث أكد الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة أنهم لم يشعروا بفرحة عيد الأضحى المبارك مثل كل عام جراء تواصل العدوان والحصار على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير.
في ظل تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة، يخيم الحزن والأسى على الضفة الغربية المحتلة التي لم يشعر أهلها بفرحة عيد الأضحى جراء المآسي الإنسانية المتفاقمة على الجانب الآخر من الأراضي الفلسطينية. نتعلم كثيرا ونعيش اللحظات الصعبة مع إخواننا في غزة وفي كل مكان يذوقون فيه الويلات والأمور الصعبة، ولكن عند الله تبارك وتعالى إن شاء الله سيلقون الجزاء وسيلقون الرفعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب هذه الغمة وأن يسرع في إنقاذ هذه الأمة من هذا الكيد ومن هذا الظلم ومن هذا من هذه الوحشية. حال ليس ببعيد عن غزة يعيش فيه سكان الضفة، إذ أصرت الأسر الفلسطينية على استغلال العيد لزيارة أحبائهم الشهداء الذين احتضنتهم القمور بعد أن تعرضوا لرصاصات الاحتلال الغادرة، ليفاقم حدة الحزن لهؤلاء الذين سقطوا في الضفة وغزة. والله كئيب بالنسبة للأوضاع في غزة، الله يكون لهم الله ينصرهم اللهم كن عونا لهم. أينما كانوا أدركهم اعتداء الاحتلال الذي لا يفرق بين كبير وصغير، كل هدفه هو تضييق الخناق على سكان الأرض في أي وقت وأي مكان. ومرة ثانية ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني. برحب بحضرتك دكتور ماهر. أهلا بيك، كل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بألف خير. إذن رأينا اليوم ونحن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك الفلسطينيون يصرون على أداء صلاة العيد على ركام منازلهم وعلى أنقاض المنازل المهدمة. يعني ما هي الرسائل التي يبعث بها الفلسطينيون من هذا المشهد؟ يعني الرسالة الأولى هو أن الشعب الفلسطيني بقى على مكانه، وهي يريد أن يعيش على أرضه في وطنه بين ترابه، وتسقط الدماء عن الوطن وعن تراب الوطن، ومهما الهجمة الممنهجة الاستبادة الجماعية. طيب، على كل حال أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه التغطية والتي خصصناها بالحديث عن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وأيضا الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية. كنت معكم في هذه التغطية أنا حنان عاطف، إلى اللقاء.